السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في English Language. إذا في هذا الفيديو لدينا مجموعة الكلمات لديها نفس المعنى، ولكن في هذا الفيديو سوف نتعرف على الاختلاف البسيط بينهم لكي نتعرف على كل كلمة على حدة. إذا سوف نبدأ على بركة الله. إذا لدينا ثلاث كلمات: street, road, way. street, road, way. إذا سنتعرف على معانيها. لدينا street تعني شارع. street تعني شارع. أوكي، إذا عندما نقول street إذا نقصد شارع الذي يكون بداخل مدينة فيها مباني و يعني بيوت. إذا الشوارع التي توجد في المدن إذا تسمى ب street. street. أوكي، إذا ننتقل إلى road. إذا road، road تعني طريق. road طريق. أوكي، إذا طريق معين ومحدد، مثل مثلا طريق ما بين مدينتين، مثلا من مدينة فلان إلى مدينة فلان. أوكي، إذا نقول the road. road. أوكي، طريق. إذا لا نقول هنا street، نقول road. أوكي، إذا ننتقل إلى way. إذا way نقصد به شارع صغير. أوكي، إذا هذا الشارع الصغير يكون في المدينة، مثلا يكون هنالك بعض يعني الشوارع تكون صغيرة، صغيرة جدا. إذا نقصد بها way، تكون صغيرة على الشوارع المدينة. أوكي، إذا تسمى ب way. إذا هنالك فرق ما بين street، road و way. إذا قلنا street هو الشارع الذي يكون بداخل المدينة. أوكي، و road نعني بها طريق الذي يكون يعني محدد ما بين مدينتين مثلا، أو نقول way الذي هو شارع صغير. أوكي، إذا listen here. listen here. إذا الفرق ما بين listen و hear. إذا عندما نقول listen نعني يستمع وينصت. أوكي، listen. إذا عندما يطلب منك شخص ما أن تستمع له ويريد أن تنتبه له، إذا تنصت له وتستمع له. أوكي، إذا أنت بكل تركيزك تستمع له. ولكن عندما نقول hear، إذا hear تعني يسمع. إذا يسمع أي صوت عابر على مسامعك وأنت لست منتبه له وسمعته دون قصد، إذا يسمى ب hear. hear يسمع يعني أي صوت عابر، أي شيء وأنت لست منتبه له وبدون قصد. مثلا كنت في الشارع تسمع أصوات سيارات، أصوات منبهات، أصوات يعني أي صوت عابر وبدون قصد، أي لا تستمع له ولا تنصت بكل تركيز. إذا نقول hear. إذا قلنا listen يستمع وينصت، و hear أي يسمع، أي صوت عابر بدون قصد يمكن أن تسمعه يسمى ب hear. in the evening at night. in the evening at night. إذا الفرق ما بين in the evening و at night. لدينا in the evening تعني في المساء. in the evening في المساء. أوكي، in the evening ونقصد بها من أول غروب الشمس إلى منتصف الليل. أوكي، من أول غروب الشمس إلى منتصف الليل، إذا تسمى ب in the evening في المساء. in the evening. إذا عندما نقول at night في الليل أي من أول الغروب إلى الشروق. أوكي، من أول الغروب إلى الشروق، إذا يسمى ب at night. at night. أوكي، أما in the evening فهو من أول غروب الشمس فقط محله إلى منتصف الليل. إذا من أول غروب الشمس إلى منتصف الليل يسمى ب in the evening. لدينا carpet, rag, mat. carpet, rag, mat. أوكي، إذا carpet, rag, mat. إذا carpet نعني بها السجاد. أوكي، carpet. وهذا السجاد هو السجادة الكبيرة التي توضع في الصالون أو في مكان استقبال الضيوف. أوكي، إذا carpet. carpet تسمى بسجاد، قلنا نستخدمه في الصالون
أو في موضع، إذا هو يكون سجاد كبير في موضع الريسبشن، أو يعني أين تستقبل ضيوفك، أو في مكان، ولكن يكون سجادة كبيرة. أما راك وهو كذلك يعني سجاد راك، ولكن راك تكون سجادة صغيرة مثلا تحت طاولة الأكل، مثلا في غرفة النوم، يعني تكون كديكور. أوكي، إذا راك تكون هي سجاد صغيرة كديكور، مثلا كما قلت نضعها تحت طاولة الأكل أو في غرفة النوم. أوكي، لدينا مات كذلك نعني بها سجاد، ولكن مات تعني السجادة الخشنة التي توضع أمام باب الشقة أو المنزل أو باب الحمام. أوكي، إذا هي صغيرة جدا، كما نضع جميع العائلات يعني العربية نضع سجادة خشنة أمام الباب يعني دخول المنزل، أمام يعني الحمام عزكم الله، يعني أمام الشقة. أوكي، إذا تسمى بمات. قلنا كاربت سجاد كبيرة توضع في الصالون أو في الريسبشن. قلنا الراج هي سجادة صغيرة نستخدمها كديكور تحت يعني الطاولة أو في غرفة النوم إلى غير ذلك. ولدينا مات التي هي عبارة عن سجادة خشنة توضع أمام باب الشقة أو المنزل أو باب الحمام. love like love like، إذا الفرق ما بين love و like. إذا عندما نقول love نعني به الحب والعاطفة. أوكي، I love you، إذا أنا أحبك ولدي عاطفة تجاهك، إذا I love you. إذا نقول لوالدينا I love you، إذا نستخدم I love you. أوكي، وكذلك أخواتنا أولادنا. أوكي، إلى غير ذلك، إذا نستخدم الحب والعاطفة. أوكي، إذا عندما نقول like إذا إعجاب دون عاطفة. أوكي، I like you، إذا هذا إعجاب وليس فيه أي عاطفة. أوكي، لا يمكن أن أقول لوالدتي I like you، يعني شيء غريب I love you. كذلك إخوتي أقول لهم I love you، لا نقول I like you، إذا شيء أنت فقط معجب به بدون عاطفة، إذا تقول I like you. أوكي، لدينا see look watch. see look watch، سي أي بمعنى يرى، سي يرى. إذا نستخدم سي يرى، إذا عندما أنظر إلى شيء ما أو وقعت عيني على شيء ما ولكن لم أقصد أن أنظر إليها. أوكي، أنا لم أقصد أن أرى ذلك الشيء، إذا نقول سي، نستخدم سي. إذا أنا فقط أمشي في الشارع رأيت شيئا ما دون قصد. أوكي، إذا أقول I see. وعندما نقول look ينظر، look ينظر، إذا look نستخدمه عند ننظر إلى شيء ما عن قصد، أريد أن أرى ذلك الشيء وتلك الحاجة، إذا أريد أن أراها عن قصد، إذا نستخدم look ينظر look. أوكي، watch تعني يشاهد، watch يشاهد، إذا نستخدم فعل watch عندما أشاهد شيئا بتركيز، وغالبا ما يكون هذا الشيء يعني تغير وله مدة زمنية. أوكي، مثلا نقول we watch TV، نحن نشاهد التلفاز we watch TV. أوكي، إذا له مدة زمنية ومتغير. لدينا garden و park. garden park garden park garden هي حديقة المنزل، garden حديقة المنزل، و park هي حديقة عامة، garden حديقة المنزل، بارك حديقة عامة. ولدينا put on wear get dressed. put on wear get dressed. أوكي، إذا سوف نتعرف على الاختلاف في المعاني ل put on wear get dressed. إذا عندما نقول put on أي يرتدي، put on يرتدي، ونستخدمها للتعبير عن لبس قطعة واحدة فقط من الملابس، وفي غالب الأمر تستخدم كأمر. أوكي، مثال منار put on your jacket، منار put on your jacket، إذا منار ارتدي سترتك، إذا منار put on، put on تعني ارتدي،
your jacket أي سترتك أوكي أو jacket الخاص بك. إذا put on هنا نعني بارتدي ونقصد بها قطعة واحدة من الملابس your jacket put on. ويمكن أن تستخدم put on ليست بصيغة الأمر أوكي، يمكن أن نستخدمها بصيغة الأمر ويمكن أن لا نستخدمها بصيغة الأمر. لدينا كذلك wear. wear أي يرتدي كذلك wear يرتدي. إذا wear نستخدمها للتعبير عن لبس موصوف أوكي، لبس موصوف نوصف اللبس الذي نرتديه. إذا مثلا إذا منى is wearing short dress. منى is wearing short dress. إذا ترتدي منى فستانا قصيرا. إذا منى is wearing، إذا منى ترتدي is wearing أي أنها ترتدي short dress أي فستان قصيرا. إذا وصفنا اللبس الذي ارتدته منى. إذا قلنا استخدام wear عندما نريد تعبير عن لبس ولكن نصف هذا اللبس. منى is wearing short dress. ولدينا كذلك get dressed. get dressed أي نستخدمها كذلك بمعنى يرتدي get dressed أي عندما نرتدي كل الملابس أوكي. إذا نستخدمه get dressed. إذا نعطي مثال I get up at 6 o'clock get dressed أوكي. إذا أنا أستيقظ على الساعة 6 وأرتدي ملابسي I get up أنا أستيقظ at 6 o'clock على الساعة 6 تماما and get dressed وأرتدي ملابسي أوكي. إذا get dressed إذا أرتدي جميع الملابس للذهاب إلى عملي أوكي. إذا get dressed و wear و put on. لدينا want و need. want need إذا want تعني يريد want ونستخدمها حين يعني الرغبة في الحصول على شيء ما أوكي. إذا want تعني يريد نستخدمها في الرغبة للحصول على شيء ما. إذا مثال I want a puppy. I want a puppy. إذا أريد جروا I want أريد. إذا أريد شيئا ما أنا أرغب فيه I want a puppy. أما need فيأتي بمعنى يحتاج أوكي. need يحتاج ونستخدم need في المواقف الضرورية والقوية أوكي. need نستخدمها في المواقف الضرورية والقوية. you need to go to the hospital now. you need to go to the hospital now. أنت تحتاج الذهاب إلى المستشفى الآن أوكي. إذا you need أنت تحتاج. إذا شيء ضروري وقوي نستخدمنا need. شيء أنت ترغب فقط فيه نستخدمه want أوكي. إذا بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نشكركم على تتبعكم لقناة English Language والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.